اليبرق متخبي ببيت اللحم يا حبي، من برا مشوي شوي ومن جوا منهنه ومستوي، والتم تلمط والقلب دايب ومكتوي. سمعان ببيت لحم، ممكن حدا يشرح لي ليش هي الأكلة بالذات بتاخد 5 ساعات بين تحضير وطبخ وبتتاكل ب5 دقايق؟ ويسعد أوقاتكم صبايا، وأهلا وسهلا فيكم بقناتي بفيديو جديد. واليوم رح نحضر مع بعض أكلة يبرق معتبرة. الشغلة بياخد وقت طويل وأكلها بياخد معنا 5 دقايق، بتكون خالصة والصحون فاضية. خلونا هلأ نشوف طريقة تحضير اليبرق. هلأ بالبداية أنا عندي هوني 1 كيلو رز نقعته وغسلته كتير منيح، رح أضيف عليه 1/2 كيلو لحمة، رح أضيف عليه دهنة، والدهنة أنتو حسب كمية بدكم إياها. هلأ رح أضيف عليه زيت أبيض، رح أضيف عليه 2 معالق نعناع كبار، ورح أضيف عليه 7 بهارات، كمان 2 كبيرة زكاري. راح أضيف هون كمان 2 كبيرة فلفلة، وراح أضيف كمان 2 فلفل أسود، وراح أضيف كمان 2 دبس بندورة، وهلا راح أضيف الثوم. وهون أنا راح كتر ثوم، لأنه بهالأكل كل ما كترت ثوم كل ما كانت طعمته أطيب. كمان راح أضيف 2 صغيرة كركم بس مشان اللون. هلا رح اخلط كل المقادير مع بعضها وهيك التتبيله بتكون عندي جاهزه. هلا هون رح افرد ورق العنب، وبعد ما فردته رح احط عليه الحشوه، رح تكون قليله طبعا. بعد ما وزعت الحشوه على ورق العنب رح لفه بهالطريقه الموضحه قدامكم. بعد ما لفيت كذا وحده قدامكم، هلا رح لف الورق كلياته وفرجيكم اياه بالفيديو. وبالنسبه للحمه يلي رح نستخدمها هي لحمه خروف مدهنه. هلا رح اسلقها 1/2 سلقة مع ورق الغار والقرنفل. وهلا هوني الورق اللي بعد ما لفيته كلياته، هلا رح ارجع اطبقه بالطنجره مع اللحمه يلي سلقتها 1/2 سلقة تقريبا. هلا رح اضيف بأرضية الطنجرة شوية ورق، رح اضيف كمان بصلة، رح اقطعها شرايح وحطها بأرضية الطنجرة. بعدها رح احط بأرض الطنجرة اللحمة اللي سلقناها. وبعد ما حطينا اللحمة هلا راح اطبق ورق العنب، راح احاول اعمله على شكل دائرة. وهلأ هيك الطنجرة بتكون جاهزة عندي. هاي مصدر الورق بعد ما طبقته بقلب الطنجرة. هلأ راح أضيف قطع ثوم بهالطريقة. وبالنسبة للمرأة هلأ راح أهرس هوني ثوم، راح أضيف عليه 2 نعناع كبار أو 3 معالق،
ومعلقة كبيرة فلفل أسود، ومعلقة فلافلة كمان، ومعلقة كاري وملح حسب الرغبة. هلا رح أضيف البهارات مي، رح أحركها كتير منيح، رح أحطهم بالطنجرة. هلا رح أحط الطنجرة على الغاز لحتى يستوي معي اليبرة. أنا أكل هون معي تقريبا 5 دقايق. طبعا هون ضفت المرقة، ورق غار، والقرنفل، وقرن فليفلة. هلا بغطي الطنجرة بحطها على الغاز لحتى يستوي عندي اليبرة ويطلع عندي غير شكل. هلا هون بعد ما استوى عندي اليبرة، أنا عصرة هون الليمون، راح أضيفه هلا على اليبرة. طبعا كمية الحمض انتو حسب رغبتكم، راح اتركه يغلي شوي حتى يتشرب الحمض، وهيك بتكون عندي طنجرة اليبرة جاهزة. هلا راح افضي المرقة بزبدية، راح اقلب الطنجرة، وعن جد طلع اليبرة غير شكل، طعمته بتجنن. وهي منظر ورق العنب بعد ما استوى عندي، اليبرة مهتلي عندي، واللحمة كمان مستوية كتير، وطعمته طالعة بتجنن. هلا رح فرجيكم قلب اللحمة كمان من جوا كيف مهتلية معي. عن جد وصفة بتجنن، وأكلة متل ما قلت لكم 5 دقايق بتطلع خالصة. بتمنى يكون عجبكم الفيديو اليوم واستفدتوا منه ولو بشي بسيط، واكتبوا لي آرائكم بالكومنتات شو رأيكم بهالوصفة، وبشوفكم إن شاء الله بفيديوهات جديدة بقناتي منوعات ريحاب حصرم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.